حكينا في المحاضرات السابقة إنه الرام في البيك 18 قديش أقصى حد حجم لها؟ أربعة كيلو بايت. أوكي. فالرام حد أقصى 4 كيلو بايت. طيب. بس كمان مرة حد أقصى، يعني ممكن تلاقي كثير في بيك 18 الرام فيهم أقل من 4 كيلو بايت. الآن شو بالنسبة للأدرسيز؟ قلنا قديش الأدرس كم بت؟ ماشي 12 بت. قلنا في علاقة بين حجم الرام والعدد البيتس، فال4 كيلو بايت يعني 2 قوة 12، فبلزمنا الادرس يكون 12 بت. فببيك 18 الادرس في الرام 12 بت. طلعوا هون اول رسمي، هون من الاربعة هذول ماشر بت. أول ريجستر شو عنوانه؟ طبعا هون بالغلط محطوط أربعة، وأنا المفروض 12 بت هذول محطوط 16، بس بالغلط. أول ريجستر عنوانه 0000 هيكسا. آخر ريجستر شو عنوانه؟ اف اف اف. أول ريجستر 0000، وبعدين 001 2 3 لحد آخر إشي اف اف اف. أوكي تمام. حكينا شغلة ثانية، حكينا إنه الرام فيها جزء من الريجسترز لهم استخدامات خاصة بسميهم سبيشال فانكشن ريجسترز، وجزء من الريجسترز استخدام عام جنرال بيربوس رام. فحكينا كمان مرة إنه الرام فيه جزء من الريجسترز لهم استخدامات خاصة بسميهم Special Function Registers. ما تبقى من الريجسترز أو الرام لوكيشنز General Purpose. في البيك 18 هذول بيجوا Special Function Registers، بيجوا في آخر الرام، هما 128 ريجستر بيجوا في آخر الرام، عناوينهم من F80 ل FFF. عناوينهم من F80 ل اف اف اف. اوكي واضح. هاي المعلومات المفروض انه يعني احنا ماخذينها، بس موقع سبيشال فانكشن ريجستر زي اول مره بنحكي وين في البيك 18. في بعض البيك في الفاميليز ثانيه بتكون سبيشال فانكشن ريجستر في بدايه الرام، هون لا، في البيك 18 كل البيك 18 تشيبس بتكون سبيشال فانكشن ريجستر في اواخر الرام. الآن إيش جديد؟ إنه لوجيكلي الرام مقسم إلى بانكس، كل بانك 256 بايت. الرام الفاير ريجستر، كان لما نحكي كلمة فاير ريجستر كان بنحكي على رام. الفاير ريجستر أو الرام مقسم إلى بانكس، كل بانك 256 بايت. فماكسيمم بما انه عندي 4 كيلو بايت، ماكسيمم بكون عندي 16 بنك. فلو طلعنا هون في الصورة، هاي بنك 0، بنك 1، بنك 2، بنك 3. لأن بنك 0 هاي كله بنك 0، بنك 1، بنك 0 الأدريسيز فيه من 0000 ل 0FF. بنك واحد من 100 لواحد اف اف. اذا طلع كم مرة؟ بنك صفر من
وين لوين؟ من 0 0 0 حتى 0 اف اف. بنك واحد من 1 0 0 الريجسترز اللي فيه اللي عناوينهم، اول ريجستر عنوانه 1 0 0 لواحد اف اف. شو رايكم بنك 7 شو بكون العناوين فيه؟ ان واحد ايه سبعة اف تين 7 0 0 لا سبعة اف اف 7 اف اف. وآخر بنك اللي هي بنك اف او بنك 15 من اف 0 0 لاف اف. بس هذا الحكي لوجيكال، يعني حقيقة الرامي قطعة واحدة وإلها 12 بيت، بس لوجيكلي هيك تكون مقسمة. إذا شو اللي تعلمنا هس؟ إنه الرام أو الفايل ريجستر مقسم لبانكس. أوكي، كل بانك 256 بايت. الآن المعلومة الثالثة، كل سبيشال فانكشن ريجسترز وين جايات؟ في آخر الرام، بالضبط من F80 ل FFF 128 بايت. 128 بايت، انتبهوا، نص بانك، نص بانك. إذا سبيشال فانكشن ريجسترز نص البانك الأخيرة. دائما في البيك 18 سبيشال فانكشن ريجسترز في نص البنك الاخير، هم نفسهم نص البنك الاخير. فالعناوين تبعتهم من اف 80 ل اف اف اف، من اف 80 ل اف اف اف. واضح؟ طب ما تبقى، يعني اذا بتقيم سبيشال فانكشن ريجسترز ما تبقى كله جنرال بيربس رام، كل ما تبقى، طبعا كلها مش شرط انها 16، مش شرط انها 16 بنك، لانه مش شرط انها الرام 4 كيلو، حد اقصى 4 كيلو، بس انت قيم نص البنك الاخيره، نص البنك اف، ما تبقى بيكون جنرال بيربس، ما تبقى بيكون جنرال بيربس ريجسترز. الان في عندنا مصطلح اسمه ديفولت بانك، اكسس بانك او ديفولت اكسس بانك. هذا مهم، بس لحظة، ديفولت اكسس بانك هي يعني زي البنك الافتراضي. ليش قسموا لنا، ليش مقسمين الرام لبانكس وعاملين ايش ديفولت؟ لانه الانستراكشنز ما بتشتغل على بنك وحده، معظم الانستراكشنز. شو يعني الادرس في الانستراكشنز؟ الادرس في الانستراكشنز 8 بت مش 12، اذا رقم البنك ما بيكون محدد. يعني ناخذ على سبيل المثال، ناخذ instruction كوم اف، تعمل كومبلمنت غلط ما بزبط، نيجي نقول كوم اف 0 14 اكس. ليش؟ لانه الادرس 8 بت، يعني رقم البنك احنا ما بنحدده. طب شو بده يعرفوا انه بنك بده يشتغل عليها؟ اذا ما حددنا، في طريقه نحدد، بس نتعلمها من شابتر 6. اذا ما حددنا اي بنك راح يتعامل مع الديفولت بنك. اذا خلينا نعيد، باستثناء بعض الانستركشنز، الادرس بيكون فيها 8 بت،
8 بت، لاحظوا انه ما بنحدد رقم البنك، لانه شوف يعني لما نحكي عن 8 بت، اذا انتبهتوا بنك 0 0 0 0 ل 0 0 اف اف، يعني اول 4 بتس على الشمال هذول رقم البنك. بنك واحد من 1 اف 0 0 ل 1 اف اف، اول 4 بتس على الشمال، انتبهوا هاي 4 بتس هذول، الواحد 4 بتس 0 0 0 1. إذا إحنا ما بنحدد في الانستراكشن رقم البنك. طب أي بنك بدنا نشتغل عليها؟ في ديفولت، إذا بنحدد إيش رقم البنك؟ في ديفولت بنك. أوكي، شي هي الديفولت بنك؟ شي هي الديفولت بنك في البيك 18؟ الديفولت بنك أول 128 بايت، آخر 128 بايت. يعني جميع سبيشال فانكشن ريجسترز زائد اول 128 بايت، هذول ديفولت. فاذا انت ما حددت اي بنك، هو بيشتغل على البنك هاي الافتراضيه، او الافتراضيه اللي هي اول 128 واخر 128 بايت. لاحظوا 128 128 256، يعني بنك. فهاي الاكسس بنك من 000 ل 07 اف، هاي 128 زائد من اف 80 لاف اف اف. مش متصلات مع بعض، الديفولت بانك جزئين والجزئين منفصلات عن بعض. فانت لما تعمل كم اف 14 هكسا على السريع، بعتبر انك تشتغل في بانك صفر، و20 هكسا برضه بانك صفر، و70 هكسا برضه بنك صفر. طب اذا حطينا 80 هكسا بيعتبر بنك اف. اذا لاحظ، اذا كان الادرس اللي بتحدده في الانستراكشن من 00 ل 7 اف، بيعتبر بيشتغل في البنك صفر. اذا كان الادرس من 80 ل اف اف، بيشتغل في البنك اف. اذا بيعتمد شن ايش هم الثماني بت اللي بتحددهم في الانستراكشن. اوكي، طب باقي البانكس حكينا في شابتر 6، راح نتعلم طريقه كيف نحدد البنك اللي بدنا نشتغل عليها. اذا من هس لشابتر 6 احنا رايحين نشتغل على الديفولت بانك، واللي هي عباره عن جميع سبيشال فانكشن ريجسترز زائد اول 128 جنرال بيربوس ريجستر. جميع سبيشال فانكشن ريجسترز زائد اول 128 ريجستر في الرام، يعني نص البنك الاولى ونص البنك الاخير مع بعض اسمهم اكسس بنك او ديفولت اكسس بنك. شو نحدد احنا بالانستراكشنز؟ فقط 8 بت، يعني رقم البنك ما بنحدده. طب شو بيعتبره رقم البنك؟ يا بيعتبره صفر يا اف. وانت بيعتبره صفر؟ اذا الادرس من 00 ل 7 اف بيعتبره صفر البنك، اذا الادرس 80 ل اف اف بيعتبره اف. ناخذ امثله. لما نعمل لما نعمل كم اف 14 اكسا، بيعمل وانز كومبلمنت للريجستر اللي حقيقة الادرس تبعه 014 هكسا، سيمي كولون يعني كومنت. واذا عملنا كوم اف ثمانية 68 هكسا، حقيقة بيعمل كومبلمنت للصفر 68 هكسا. بس اذا عملنا كومبلمنت اف 80 هكسا، لاحظ ال 80 هكسا جاي هون. اوكي، فيش بين 00 ل 7 اف 80، ال 80 هون اول جزء من 80. اوكي، فحقيقة الريجستر اللي بنعمل له كومبلمنت هو اف 80، فبيجي للريجستر اللي عنوانه اف 80، دور عليه بعمل له كومبلمنت. طيب، ونفس ليش طبعا، يعني اف كوم اف ايه صفر مثلا.
ايه صفر، واضح انه بعمل كومبلمنت للريجستر اللي عنوانه اف ايه صفر. اذا القاعدة بتقول the address in most instructions is 8 bit، أو بعبارة أخرى البنك ما بنحددها. ف default bank if the address is أو between 00 لحد 7F. يتضمن بانك زيرو. شو يعني بانك زيرو؟ يعني بحط صفر على الشمال، ف بعتبر كأنك تشتغل في بانك زيرو، فبحط صفر على الشمال. if the address if the address من 80 لحد FF بعتبرها بانك اف. مفهوم على الكلام؟ بس بجوز واحد يعني يتساءل ليش وجعت الراس؟ يعني كان يحدد في الانستراكشنز الكومبليت ادرس 12 بت وخلص. بس هم ليش عملوا الادرس 8 بت مش 12 بت؟ عشان يقللوا من حجم الانستراكشن. شو يعني حجم الانستراكشن؟ يعني لما يحولها ل operation code إنه كم عدد البيتس اللي كم عدد بتكافئ؟ البيتس في الانستركشن؟ اذا حجم الانستركشن عدد البيتس في الانستركشن. ممتاز. فالغالبيه العظمى يعني باستثناء بعض الاستثناءات الانستركشنز في البيك 16 بت. بس الانستركشنز في البيك 18 جميعها باستثناء ثلاثة instructions، باستثناء ثلاثة instructions فقط جميعها 16 بت. طبعا برضو هاي من مواصفات الريسك انه بتكون ال instructions homogeneous. يعني نفس الفورمات، مش زي السيسك في instructions بايت وانستركشن 2 بايت وإشي ثلاثة وهتوصل 7 بايت. فالريسك فجميع ال instructions باستثناء ثلاثة instructions عليهم ناخذهم بتكون 16 بت. فليش عملوا الادرس في الانستركشنز فقط 8 بت؟ عشان يقدروا يعملوا الانستركشن حجمها فقط 16 بت. اذا بدهم يحطها 12 بت راح يضطروا يزيدوا حجم الانستركشن. مفهوم يا جماعه شو دور الاكسس بانك؟ فاحنا من هسه لاخر لحد شابتر 6 او بغض النظر، دائما لما ما نحددش البانك احنا بنستخدم الديفولت بانك او الاكسس بانك. شو هي الاكسس بانك؟ عندنا 128 بايت جنرال بيربوس، 128 بايت سبيشال فانكشن ريجسترز. عندنا 128 ريجستر جنرال بيربوس و128 ريجستر سبيشال فانكشن ريجسترز. عمليا جميع السبيشال فانكشن ريجسترز موجودات في الاكسس بانك. لان 128 ريجستر جنرال بيربوس برضه مش شويه. اوكي، يعني بنقدر نحل كل امثله الكتاب فيها، كل امثله الكتاب. ولكن احنا في شابتر 6 يعني راح نتعلم كيف نحدد البنك، ما نعتمد فقط على الديفولت. يعني طب بنك واحد كيف بدي انا اعمل كومبلمنت لواحد للريجستر اللي عنوانه 1 3 20 1 3 0 مثلا؟
صار تعلمهم شابتر 6، مش صعبه بس مش وقت. فكيف نحدد اي بنك بدي اشتغل عليها؟ شابتر 6. طب ما حددناش الديفولت، شو الديفولت؟ بنك زيرو، نص بنك زيرو جنرال بيربس. نص البنك الاخيره سبيشال فانكشن. فهاي القاعده بالضبط، حط 8 بت انت اذا بدك تشتغل على جنرال بيربوس معك من 0 0 ل 7 اف، بدك تشتغل على جنرال على سبيشال فانكشن من 80 ل اف اف. هذا حكينا. فشيء الديفولت بانك او الاكسس بانك 256 حقيقه هي جزئين منفصلين، الجزء الاول جنرال بيربوس من كذا لكذا، والجزء الثاني سبيشال فانكشن ريجسترز من ادرس كذا ل اف اف اف. طيب هاي الرسمه بتمثل لي سبيشال فانكشن ريجسترز. سبيشال فانكشن ريجسترز تبعهم قلنا من اف 80 ل اف اف اف، وهي انطلع العناوين من اف 8 ل اف اف اف، فهذول جميع سبيشال فانكشن ريجسترز. كويس انه سبيشال فانكشن ريجسترز لهم اسامي، فبتقدر تتعامل مع الادرس، تقدر تتعامل مع الاسم. يعني لو بدنا نعمل كومبلمنت لاول ريجستر، كومبلمنت للريجستر 8، كنا بعمل كومبلمنت للريجستر اف 8. طب في طريقة ثانية من خلال اسم الريجسترز، is equivalent to com f if sorry port a. فالcom f port a هي نفسها com f 8 هيكسر بالاسمبلي الديفولت هيكسر. يعني لو ما حطيت اتش ديفولت اكسن. طيب اذا عاده في سبيشال فانكشن ريجسترز انا بستخدم اسم الريجستر، ممكن استخدم الادرس تبعه اوكي، ولكن عاده انا بستخدم اسم الريجستر. فاذا شو صفى معي؟ اذا الاكسس بقى الديفولت بانك من صفر من صفر 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 ل 0 7 اف، هذول جنرال بيربوس. وانا بحدد انا بس بكتب يعني بالانستركشن 0 0 لحد 7 اف، من 0 0 ل 7 اف هذول بانك زيرو جنرال بيربوس. واذا بدي استخدم سبيشال فانكشن فيش داعي استخدم ادرس اصلا، ممكن استخدم ايش؟ اسم الريجستر. اوكي، فاي كل هاي الريجسترز المستخدم الى اسامي. تايمر 2 بقدر اعمل كوم اف تايمر 2. فاسم الريجستر اوكي ممكن استخدمه بدل الادرس للريجستر. بي اس اي هاي سلايد في نفس الشابتر ديليت. هاي تكرار وهاي تكرار. طيب نتعلم instructions. في عنا مجموعة instructions، كل هاي instructions في بآخرها حرف F، معناته
ستاك بالادرس. فالاف يعني موف دبليو اف، تنسخ من الوركينج ريجستر على ريجستر، بنحدد الادرس. كومبلمنت اف، تعمل وانس كومبلمنت لمين؟ بسلمه ادرس. فالاف تعني انه بنحدد الادرس للريجستر. ال اوكي زي موف ال دبليو، ال معناته ليترال مش ادرس، فاليو بتكون محدده، بتكون جزء من الانستراكشن. زي اخذنا موف ال دبليو اد ال دبليو، ال ليترال يعني اللي يتم تحديده هو فاليو، بتكون جزء من الانستراكشن. الاف اللي يتم تحديده هو ريجستر. اوكي ف بنحدد الادرس للريجستر. فاهمين علي؟ خليني اعطيكم مثال. لما نقول موف ال دبليو 10 هيكس، هاي ال 10 هيكس مش ادرس، مش ادرس ريجستر، هاي قيمه موجوده في الانستراكشن. فاصلا غلط نصير نحكي مش ادرس اصلا 10 هيكس، هي 8 بت خلص. بس لما نحكي كوم اف 10 هيكس، ال 10 هيكس لا هون تختلف، ال 10 هيكس هون بتختلف، هون ادرس. ها معناها اعمل كومبلمنت للريجستر اللي عنوانه 10 هيكس، واللي هي طبعا كلها 0 10 حقيقة. اذا ال 10 هيكس هون هي ليترال، هي قيمه ال ليترال. ال 10 هيكس هون هي ادرس للريجستر، اف الاف يعني ادرس للريجستر. طيب الان هاي ناخذها بالتفصيل بس هيك ذكر على السريع. موف دبليو اف تنسخ من الوركينج على الريجستر، من الوركينج ريجستر على ريجستر ثاني. كوم اف تعمل كومبلمنت للريجستر، ديكريمنت اف تطرح واحد من الريجستر، موف اف تنسخ من ريجستر على نفسه او من ريجستر على الوركينج، موف اف اف تنسخ من ريجستر على ريجستر. هاي كلهم بيستقبلين ادرس 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 ادرس، هاي بتستقبل تو ادريسز، الادرس الاول فاصل الادرس الثاني. اوكي على فكره هاي احد الاستثناءات من الانستركشنز ال 32 بت مش 16 بت. طيب مش موضوعنا هسه، خلينا ناخذهم واحد واحد. حكينا عن الاكسس بانك، حتى بدي امسحها. شكلي انا شطبت الكابل، نعمل اندو. يلا لازم شطبت، فهاي وهاي مكررات، هاي شطبت. كان هذا الشابتر مقسم لملفين فجمعته بملف واحد. اوكي فنيجي للموف دبليو اف، اذا بتنسخ من الوركينج ريجستر على ريجستر ثاني، نحدد عنوان الريجستر. فشو بتستقبل ادرس؟ قبل شوي حكينا الاف تعني انه هاي الانستراكشن تستقبل ادرس او لازم احدد الادرس. فبغض النظر بالادرس يعني بغض يعني بتقدر تنسخ على سبيشال فانكشن ريجستر او على جنرال بيربس ريجستر ما بتفرق. في اي ريجستر تنسخ من الواركينج على اي ريجستر. فلو كتبنا مثلا move wf 15 هكسا، نعرف انه محتويات الوركينج ريجستر، المحتوى تبع الوركينج ريجستر راح ينتسخ
للريجستر اللي عنوانه 015. لو كتبنا اذا كوبي، هاي كوبي من الوركينج محتوى الوركينج ريجستر للريجستر 15، كتبنا موظ دبليو اف 92، راح ينسخ محتوى الوركينج ريجستر كوبي على بيتون. الريجستر اللي عنوانه اف 92. وممكن نقول له موف دبليو اف بورت بي. بورت بي ها شو بورت بي؟ ريجستر فانكشن ريجستر. ممتاز، هذا اسم ريجستر من سبيشال فانكشن ريجسترز. اوكي، واحد من سبيشال فانكشن ريجستر، فبنسخ من الوركينج ريجستر. اوكي، محتوى الوركينج ريجستر بنتسخ له الريجستر اللي اسمه بورت بي. السبيشال فانكشن ريجستر اللي اسمه بورت بي. كيف ممكن نستخدم الادرس او اسم الريجستر. تمام يا سليم. اوكي، نيكست سلايد. ناخذ مثال. موف ال دبليو 99. خلينا نجرب هيك نمشي فيهم. اول انستركشن موف ال دبليو 99، شو بتعمل هاي؟ تعمل كوبي من الوركينج ريجستر على الادرس اف. لا، ما بتعمل كوبي من الوركينج، بتعمل موف موف او لا، لا تعمل كوبي موف كوبي بس. لتر، سوري، بتعمل موف لترال 99 اتش على الوركينج ريجستر. مزبوط. فاذا هاي بصير الواكي، هاي اخذناها مش اليوم، اخذناها سابقا، بصير قيمه الواكينج ريجستر 99. هاي بتعمل لود للواكينج ريجستر القيمه 99. كنا حاكيين لكم هاي 99 مش ادرس، هاي قيمه. طيب كنا حاكيين لكم وين هي اصلا 99، هي جزء من انستركشن. فاذا صارت قيمه الواكينج ريجستر 99. نيجي على اللي بعده، مفهوم هاي الانستركشن؟ بنعمل ديبوجنج، بنعتبره برنامج لنشوف شو بسوي. موف دبليو اف 12 هكسا. شو يعني؟ شو بصير؟ انها تحط قيمة قيمة ال الوركينج ريجستر 12 فبدي نسخها على ال، لا عندنا قيمة في الوركينج ريجستر دي نسخها على الادرس 12 اللي هو 12. قديش القيمة؟ احنا هسه خزناها 99. بالضبط. فإذا هاي تتسبب إنه الريجستر اللي عنوانه 12 هكسا بتصير قيمته قديش؟ 99. تمام؟ إذا أول انستراكشن حطت لنا في الوركينج 99، ثاني انستراكشن نسخت من الوركينج على الريجستر اللي عنوانه 012، قديش كان في الوركينج؟ 99. إذا قديش في 012 في اس بعد ما تنفذ الثاني؟ 99. فإذا ثاني انستراكشن صار عندي في الوركينج 99 وفي الصفر 12 99.
نيجي على الانستركشن الثالثة، شو عملت؟ غيرت محتوى الوركينج، صار الوركينج قديش قيمته؟ 85. طب السؤال، طب وال 99؟ شو صار ب 99؟ راحت، زي ما بتحط اكس تساوي 5 وبعدها بتحط اكس تساوي 13، كانت 5 صارت 13. فببساطة ال 99 بتروح وبيجي مكانها ايش؟ 85. يعني الواكينج في 8 بت، كان قيمته كان في 8 بت 99 هكس، وصار 85 هكس. يعني بعدها موف ال دبليو 13. إذا انسخ من الواركينج على الريجستر اللي عنوانه 13، قديش شو راح يجي هون على الريجستر 13؟ 85. إذا حاليا بس تنفذت الانستراكشن الرابعة، قديش قيمة الواركينج؟ 85. قديش قيمة 12؟ الريجستر اللي عنوانه 12 99. قديش قيمة الريجستر اللي عنوانه 13؟ 85. إذا نشوف لحد ما بنقدر نعتبر إنه لو أجاك سؤال حط لي في الريجستر اللي الأدرس تبعه 012 99، والريجستر اللي الأدرس تبعه 013 حط لي فيه 85. بس احنا ما في انستراكشنز، لا تعلمنا ولا اصلا في انستراكشنز بتعمل بتودي قيمه على الريجستر بشكل مباشر. ما في انستراكشنز في البيك 18 تنسخ قيمه بشكل مباشر على الريجستر. طب ولا شو كيف نودي؟ بنسخ على الوركينج، بعبي الوركينج اول، حط فيه ليترال، وبعدين بنسخ من الوركينج على الريجستر. فبدك اذا مطلوب انك تحط في الريجستر 012 99، بدك اول شيء تعبي في الوركينج 99، وبعدين تستخدم النسخ من الوركينج على الريجستر 12. مطلوب منا نحط في الريجستر 13 85، بنعبي اول شيء بالوركينج 85، وبعدين بنسخ من الوركينج على ال 13. لان نفس الشيء بيعمل هون، إذا نودع 12 99 على الريجستر 13 85، على الريجستر 14 3 اف، على الريجستر 15 او 0 15 63، وهو المجرم. فلاحظوا موف ال دبليو موف دبليو اف، موف ال دبليو موف دبليو اف. لو اجاكم سؤال انه حطوا لي في الريجسترز كذا قيمه، حط لي في الريجستر قيمه، بزبطش فيش انستراكشن اللي تحط في ريجستر قيمه. فبدك اول اشي تعبي الوركينج ريجستر، وبعدين تنسخ من الوركينج ريجستر على هذا الريجستر. لو هيك كتبنا سؤال بسيط، اد سبعتاش هيكسا شو شو 32 هيكسا and store the result and صفر 25 هيكسا. بتلاقي هيك من رام لوكيشن. فلو مطلوب مني اجمع رقمين والنتيجة احطها في 0.25 نكسة، ممكن حدا يحاول يفكر كيف نعمل هاي؟ اذا سؤال رايت بروجرام that adds 17 and store the data. اوكي كيف ممكن نعمل؟
لو مش كود واحد هيك اعطيني الجوريثم. أول إشي بنعمل move LW17، بعدين بنعمل add LW32، بعدين بنعمل move WF025. ممتاز. لاثنين خمسة قصدك؟ لاثنين خمسة، ممتاز. إذا طلع رقمين بدي أجمعهم، نحط واحد منهم في الوركينج، يا بتحط ال 17 يا 32. حطينا واحد منهم. ممكن تحط 17 أو 32. بعدين اجمع الوركينج مع الرقم الثاني. أوكي، فاجمع، هاي معناها اجمع الرقم 32 مع محتويات الوركينج. ممكن العكس، تحط موف ال دبليو 32 وتعمل اد ال دبليو 17، برضه بصير. فهاي احنا حققنا الجزء الاول، انه اجمع رقمين، اجمع رقمين اللي هن 17 اكس و32 اكس. طيب النتيجة حاليا وين موجودة؟ غير سنة. بالworking directory، بالworking register. تمام. إذا الـ add ال W لما تعلمناها قلنا إنه نتيجة الجمع تيجي في الـ working register. أوكي، فموف ال W صارت الـ working فيها. يا جماعة ادرسوا، هذا أخذناه الحكي، هذا كله أخذناه سابقا مش اليوم، لحدث إنه نجمع رقمين أخذناه قبل. فلما اتنفذت الانستركشن الأولى صار في الـ working register 17 هكسا. لما تنفذت الانستراكشن الثانية صار الوركينج ريجستر وناتج 17 اكس زائد 32 اكس اللي هو 49 اكس. الآن احنا النتيجة بدنا اياها في الريجستر اللي عنوانه 025 025 غير سما. مين بده يحكي لي كيف النتيجة نوديها على 025؟ هاي النتيجة يعني بغض المحتوى على الوركينج ريجستر، كيف بدي اوديها على 025؟ موف دبليو اف 025 بدون زيرو. تمام. إذا موف دبليو اف 25 اكس، فانسخ محتويات الوركينج للريجستر اللي عنوانه 25 اكس. تمام، مفهوم؟ هاي حل السؤال. فهيك صار الوركينج ريجستر لسه فيه اوكي حاصل المجموع بغض النظر شو المجموع، وكمان الريجستر اللي عنوانه 025 صار فيه المجموع. اوكي، في احد عنده اسئله؟ تمام، يعطيكم العافيه. ادرسوا كويس اول باول، الماده سهله بس اذا بتهملها، يعني اذا الموف ال دبليو موف كلياتهم تو انستركشنز اخذناها مش متمكنين منهم، مشكله هاي الصراحه، مشكله كبيره.